بن شلوش لخلافة بن عبدي نهاركم مربوح. لاعب بن عبدي اللي فسخ العقد تاعو مع شبيبة القبائل، كان بزاف مناصرين يتسألوا شكون راح يرومبلاسي شبيبة القبائل. اللاعب اللي راح يرومبلاسي بن عبدي في شبيبة هو بن شلوش. الو، واش عندنا دوك؟ هاديك عندنا الإدارة اللي صرحت البارح بوزناد أو يقول باللي اللاعب بن عبدي الكرة راهي في المرمى تاعو، عبي يقول لاعب يسمح في صالة تاعو في الدراهم اللي يسال ويكمل إلى ما شبيبة، سينو لافوت تاعو. احنا نقولوا له سي يا ريشان نهار جا لشبيبة القبائل على باله باللي ستان كلوب اونديتي، على باله باللي ملال دارها كحلام التوت، على بالو الديون اللي كانت السنافة ما عنده ما يحكي دوك. هاديك ما عليه غير يخلص واش يسال بن عبدي ويكمل يلعب. باش نقولكم باللي بن عبدي العام اللي فات إلا جوي 56 ماتش، لعب 56 مقابلة، ما كاش لاعب في البطولة الوطنية يلعب 56 مقابلة أبار بن عبدي. بطولة كي ماشي نقول على شبيبة، نقول كامل البطولة الوطنية. الو بن عبدي، لكن شبيبة ولا يا ريشان الإدارة حابة تحتفظ بهذا اللاعب هذا سيرفيس كادي لو جوار هذا، ما عليه غير يحك جنابه ويخلص الجوار هذا كيما خلص بن ساحة. بن ساحة تفاصيل ماهوش خالصة، كيما خلص الكلوب تونيزيان ليطوال دو ساحل اللي خلصوا 120,000 دولار، 120,000 دولار اللي خلصها، كان دراهم هذوك اللي رماهم كان قادر يسوف غاردي الاخر اللي جوا اللي عنده. ولي دوسي مازال هادي ما غير البدايه هادي. السلام عليكم.